السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنىكم يا ربي تكونوا فرحانين، تكونوا ناشطين، تكونوا طايرين من الفرحه، ونهاركم نهاركم يكون داز هو هذا كيكون مزيان، لان الفيديو غنحط لكم في عشيه، غتكونوا دوزتوا النهار كامل حتى العشيه، حيت انا البنات راكم عارفين اني كنحط الفيديو مع 9 9:30 هادي ديما. البنات اللي ما كيعرفوش كنحط الفيديوهات مع 9 9:30، كاع لا طولت كاع ما حطيتش 9:30، الا فات البنات 9:30 عارفه ما غاديش نحط. المهم بس اول حاجه قبل ما نبداو الفيديو ما تنساوش تكون دوني واحد اللايك هذا الفيديو. بغيتو شوفوا هذا الفيديو غادي نقول لكم البنات صحاباتي اللي كتفرجوا فيا واللي باغي ليا الخير وباغي يطلعوني واللي ديما واقفين في جنبي هذه عامين وانتم واقفين في جنبي. هذا الفيديو بغيت يطلع بزاف باللايكات وبلي كومونتير، لان فيه واحد الحاجه اللي هي زوينه فيها الخير. ان شاء الله واحد الخطوه زوينه، نتمنى ربي انه ما يخيبنيش وانا وربي ما كيخيب حتى شي واحد الحمد لله. المهم البنات اول حاجه بعدا كما قلت لكم ديروا لايكات، ديروا لايك يعني تنساه، لان كيكون البنات والله دوني كتفكر علاش كنديروا لايك كنساو. دابا اختي هو اللي دير لايك فضلا الله يسر امرا. وبغيت المهم نفتح معكم واحد الموضوع علاش موراها غادي نخرج معكم وغنديكم معايا. بغيت نقول لكم واحد الحاجه اللي هي البنات دابا هذه شي 4 شهور تقريبا ولا 5 شهور، 4 شهور عندي واحد الفكره كتجيني في بالي كنقول في عقلي دنيا علاش ما ديريهاش هذا، ولكن بس ما كانش عندي راس المال ما عنديش باش نبدا. راكم عارفين ان 4 شهور دازو عليا شي حوايج اللي هما صعاب اللي تهرست فيهم بزاف، فمهم ما كانش عندي باش اني غادي نبدا داكشي اللي انا في بالي باغا ندير، ولكن ما عنديش باش خصني نبدا. فبقيت ديك الفكره شاداها في بالي، كل مره كنقولها للبنات في الانستغرام كيقول لي دوني ما تبقايش تقولي اي حاجه في الانستغرام، لان انت هانتي دابا كتقولي باقي ما عندكش راس المال وكتقولي يقدر الواحد يروح حتى يبدا يدير بحالك وتسمي انت ونيت بغيتي ديري وكل انت حكا لي فهمتوا. فالمهم بقيت كنقولها للبنات ديال 4 شهور كنقولها لهم كل نهار في الانستغرام راني باغا ندير واحد الحاجه نعاون بها، لان اليوتيوب عندكم الحق، اليوتيوب راه ما دايرش، اليوتيوب هذا الوقت كيعطي خاص تكون عندك الدار زوينه، يكون عندك الفراش واعر، خاص تكوني كتسافري كدوري هذا، فباش كتطلع لك المشاهده، لان 100K راه هذيك 100K البنات ما عندهاش علاقه بالمشاهده، راه باش كتخلصي خصوصا اللي هي زوينه راه خاصك تفوتي 20,000 الفوق، من 30,000 الفوق ل 50,000 60,000 مشاهده تبارك الله ما شاء الله كياخذوا خليصه اللهم بارك ما حسدناهم الله يزيدهم يا ربي والله يعطينا حتى حنا من فضله يا سيدي ربي شي حاجه تكون حاجه طيبه. صافي بعد هذا دابا شي البارح لو البارح من بعد 4 شهور والبارحه البنات جاتني هذه الفكره الدنيا علاش ما نبداش. انا ديما كنقول غنبدا بشي حاجه اللي هي غاليه بعد دوك الحوايج داكشي، اجي نبدا بشي حاجه اللي هي على قد الحال على قد جيبي، الا تمشات ليا فراه اكيد غادي نبقى غادا بشويه بشويه، فين ما تمشات ليا كون غنبقى نزعم، لان ملي كتشوفي شي حاجه اللي هي تمشات لك وكتشوفي الناس تعاونوا معاك وزادوا وقفوا في جنبك غادي تزيدي تزعمي وغادي تزيدي ديري شحال من حاجه ان شاء الله. لان انا البنات راه طموحه وماشي كنبغيش نبقى باركه ونشدها بارده، لا انا تانا كنبغي ندير شي حاجه ولكن ما كرهتش. بحال مثلا الخدمه، الخدمه انا ما كرهتش كون مشيت انا ندير شي خدمه، راكم عارفين كتبغي تبدلي الجو ولكن بنتي شكون غيشدها ليا؟ ما كنتيقش البنات راكم عارفين ما تيقيش تخليها عند شي مربي ولا شي حاجه، لا كنخاف على بنتي. فكنقول بغيت شي حاجه اللي نخدم وانا في داري، هادشي اللي باغا ندير ان شاء الله. واليوتيوب تا هو الحمد لله راه بغيتش نقول لكم ما كناخد حتى شي حاجه، كناخد من بنتي بركه ولكن الا خدمت وكانت الموجوده طالعه. مثلا الفيديو كتلوحي كل نهار تقدري تخلصي داك الشهر، اولا بعد ما كنطيحت طيب حسي البي ام والمشاهده داكشي راه اكيد ما غتخلصي حتى تفوت شهرين، شهر هاد الشهر والشهر كتولي شهر علاش كتخلصي، فهاد الشيء ما كان. المهم بس اشنو بغيت ندير انا، الفكره اللي كانت عندي ديال 4 شهور هي باغا نبيع ونشري، مثلا نبيع ونشري في بيجامات ولا في جيلبات ولا في اي حاجه، المهم نبيع ونشريها. انا كندير اليوميه ديالي في القناه ومورها بحال هكا بقى نبيع ونشري كوب بيجامات باش نقدر نعاون راسي، لان الا جيت اليوتيوب بوحدها البنات راه ما غاديش يسلكني وايد وحده راه ما كتصفقش، ومهم محتاجه انني نزيد شي مدخول اخر اللي نقدر نوقف به على رجلي، لان عندي شي حوايج شي كنقول لكم في اليوتيوب شي ما كنقولوش لكم، لان كاين اللي كيفهموك غلط هذا، فمابقيتش كنبغي نقول كلشي، كنقول غير شي حوايج اللي هما غير الكوا، كنقول غير شي مقتطفات من حياتي. فالمهم البنات تواصلت مع واحد الصديقه ديالي اللي هي لطيفه عزيزه عليا ومسكينه ظريفه كنعرفها هذه عامين تقريبا، من هنا بديت اليوتيوب حتى هي مسكينه كتواصل معايا كتعاون معايا مره مره، غادي نشوف انا ما كنكذبش كنجي الصراحه، كتعاون معايا مسكينه مره مره الله يشافي ليها يا ربي بنيتها، عندها واحد بنت مسكينه مريضه ليها هاد الايام يا ربي تشافيها لها وتعافيها عليها ان شاء الله، وتشوفي ان شاء الله بنيتها في اعلى المراتب، لان اللي قلبه بيض انا اللي قلبه بيض وديما كيحن فيا وهذا ديما كندعي معاه بالخير الله يخطيهم عليا، ونعم الصديقات اللي ما باغيين مني حتى شي حاجه ربي ميسر عليهم الحمد لله عايشين ما طامعين فيا ما باغيين مني والو.
اقترحت عليها هذه الفكره، هذه قالت لي مزيانه. قلت لها انت راه باغا نبدا غير بشي حاجه اللي هي قليله، لان البنات السلعه غالي وداكشي، فغادي نبدا غير بشي حاجه اللي هي قليله. قالت لي توكلي على الله. قالت لي دنيا، قالت لك دابا من قلتي هذا الكلام نسيتي كبرتي في عينيك وعرفتك بانك انت باغا تخدمي على راسك، انك دايره قناه وكتقاتلي عليها واخا ما طالعاش الحمد لله، كتقاتلي عليها شنو غادي يطلع، وانك باغا تزيدي شي مدخول اخر اللي تعاوني بيه على الوقت، لان راكم عارفين البنت راه بنتي، عندي بنت عندي هاد شحال من حاجه. فالمهم البنات، المهم عاونتني بواحد البركه صيفطات عليا، ومشيت المهم غادي نمشي دابا معاكم، غادي نخرجوا غادي نمشي البيت نشوفوا كاس السلعه، غنديكم معايا المهم الجمله، بلاصه الجمله الكراج على، غنديكم معايا تما ونضرب بحال هكا. كيقول كاين اللي كيقول الكراج على، كاين اللي كيقول القريعه، ما عرفتش القريعه وكراج على، انا هكا كنبقى كل واحد شنو كينطقها. غادي نديكم معايا البيت تما وغادي نضربوا دويره. انا المهم عندي الافكار، بغيت ناخذ بيجامات بحال هكا ديال دابا ديال الصيف، دابا دوك كيتلبسوا في العيد هذا، ولكن ما عرفتش الاثمنه بالجمله، حتى انا غناخذ البنات جمله، ناخذ هكا جوج اشكال ولا ثلاثه اشكال، المهم على حسب. المهم غادي نمشي نشوف بعدا باش ما نزربش. لقيت شي حاجه اللي هي على قد الفلوس اللي عندي، لان الفلوس راكم عارفين البنات باش انك تقضي سلعه راه خاصك، المهم كيكون داكشي غالي، فغادي نمشي نشوف داكشي على حسب الفلوس اللي عندي، وغادي نتقدى لكم ان شاء الله بعد السلعه. واكيد راك شوف هذا الفيديو ديال ان شاء الله غادي غنتقدى داكشي، في الفيديو الجاي ان شاء الله غنشارك معكم السلعه اللي غادي نتقدى وكل شيء. فالمهم نتمنى انكم ما تبخلوش عليا، وغنحط لكم هنا الرقم، واحد الرقم داتو ديال الواتساب جديد، هذاك الرقم ديال 0026 هذاك ديالي اللي بغات تواصل مع دنيا. هذا شي التساؤلات ديالكم، واحد القضيه كيقول دنيا ما كتجاوبيناش البنات، راه هاد الايام كان عندي شي مشاكل، ما كندخلش الواتساب، الواتساب ما كندخلش ليه، والله البنات ما كندخل الواتساب لا لهذا لا لاخر، لان عندي جوج واتسابات وتليفون واحد. دابا المهم البنات غادي نحط لكم واحد الرقم هنا ان شاء الله، غنحط لكم من الاول اصلا ديال الفيديو حتى الاخر، تواصلوا معايا في هذاك الرقم اللي بغات مثلا تقدم عندي السلعه، بغات تاخذ شي بيجامه هكا دابا العواشر ولا دابا العيد اللي بغات تقدم المهمتها ولا شي حاجه، مرحبا و الف مرحبا، نجي عندكم حتى عندكم نجيبها لكم ماشي مشكل، اولا اللي بغات تجي عندي تقداها من عندي للدار مرحبا و الف مرحبا. غنحط لكم الرقم هنايا ديالي، هذا ديال الواتساب البنات، اللي بغات تقدا شي حاجه تواصل معايا في هذا الرقم اللي غنحط لكم دابا. ودابا غادي نمشي ان شاء الله البنات للسجل ديال بيتي باش نمشي معكم نديكم البنات نشوفوا الشكل الجديد ونعرف، حيت اول مره خصكم الدنيا غادي نمشي لهاد البلاصه ديال الجنه، كنمشي مع صحاباتي كيتقدا، ولكن انا اليوم غنمشي على راسي، انا انني انا باغا ندير شي حاجه هكا في حياتي، نحاول نجرب. شوفوا الحياه تجارب، فهمتوا شحال من حاجه جربتها وما صدقاتش ليا، ديما نجربوا ما بقاوش تملوا، ديما جربوا جربوا جربوا، غتجي واحد النهار واحد الحاجه اللي هي اللي غتخليكم توليو لاباس في حياتكم. المهم البنات ما نكثرش عليكم، هانتوما معايا ان شاء الله في هذا الفيديو هذا، ولا وصلتي حتى لهاد النقطه وسمعتي الفيديو من الاول حتى الاخر، ما تنساش خصكم تدوني واحد اللايك ولي كومونتير ديالكم، راه كيحفزوني وهما اللي كيشجعوني نزيد للقدام، واللي كيخلوني كل نهار كنصور. وهانتوما معايا ان شاء الله في هذا الفيديو. وري قول شحال هادي؟ 45 درهم. هما هادو ياك الالوان؟ والجمله قلتي شحال جمله؟ 45 جمله. كاين الالوان وهذا هذا البيجامات هذو، وريهم لي تما خويا، باش دابا خاف ناخذ شي حاجه وما تخصني نشوف داكشي اللي عجبهم وناخذ. ها عندك عدله شحال هادو؟ 70 درهم. 70 درهم جمله تا هما 70 درهم جمله، شحال باش تبيعيهم دابا؟ هو الجمله عرفت. دري خو غرقات زوين. هادي شحال قال لي؟ 70 درهم. لا خليت شبالي 90 درهم، حيدي 90 درهم بحال زويونين 90 درهم. فين راه خسر لي 70؟ فين هي؟ هيدا ماما زويونين ديال 70 70 بحال هما بحال الكسيوات هما. صافي 1500 15 انا كنشوفها عيسرا خاص، حيت البنات اللي غياخذوا باقيين، غادي ناخذ غير الموديلات باش 50 درهم. صافي البنات كما شفتوا راه وريتكم الموديلات داكشي، المهم البنات كنمشي نشوف، الصراحه السلعه غاليه والله يا البنات، الا وليت كنخاف انا الصراحه، المواد الغذائيه اي حاجه كتحطي عليها يدك كتشوي. هادو البنات 95 درهم جمله، ونش تقدري تبيعهم بديك 100 درهم ولا 2400،
فالمهم انا صراحه هادشي حاليا ما نقدرش عليها، البنات هادشي غالي عليا بزاف. ان شاء الله غدا غتعرفوا شنو خديت، السلعه اللي خديت هكا اللي على قد جهدي، لا قد فلوسي وعلى قد جهدي، واللي غنقدر ان شاء الله نزعم ونبيع بعدا وموراها ان شاء الله يكون خير. كما قلت لكم البنات السلعه مشيت على قد جهدي وعلى قد المهم داك المبلغ اللي عندي مشيت على قدو، لان راكم عارفين اللي كاين باش هكا الا تمشات ليا هكا البنات هاد السلعه هكا، راه كل مره البنات نزيد، كل مره غادي نحسن الكاليتي. مثلا هاد المره غادي ناخذ هادو، المره اللي شت حيت راكم علاش تراسي بديت كندخل هكا شويه البركه وهذا، غادي نزيد نزعم ناخذ شي حاجه ثاني تكون حسن هكا، وبقى ناخذ شويه بشويه حتى ان شاء الله البنات تحاول تحسن الوضعيه. وانا نقول لكم واحد القضيه، انا البنات والله العظيم ديما شوفوا ديما واخا كنطيح كنعاود ننوض الحمد لله يا ربي، وهذه بوحدها راه نعمه من عند الله سبحانه وتعالى. وديما البنات سبحان الله ملي كيدارني شي واحد ربي كيزيد يعوضني كثر وكثر وكثر، وعندي امل كبير ان ان شاء الله هادشي كله غادي يولي غير تعاود. وبغيت هكا البنات نعاون راسي، علاش درت هكا؟ باش نقدر نعاون راسي باش نحيد منها، لانني راكم عارفين بغيت نعتق راسي، ما بقيت صافي، بغيت نرتاح شويه، لان المشاكل راه بزاف. ان الواحد يبقى عايش في المشاكل صافي كيمرض نفسانيه، فالمشاكل حتى واحد ما كيبغيو في هذا الوقت. صافي هذا ما كان، ان شاء الله غادي نمشي للدار ونكمل معكم الهضره. انتوا معايا البنات كديري لاباس؟ كلشي بخير؟ كديري مع الصحيحه؟ لقيت من دابا دخلت البنات، دخلت من سميتو، دخلت البنات من كراج علال او القريعه، المهم انا كان كل مره كنطقو بسميه. دابا لقيت البنات يلاه دخلت، عرفتي شنو نقول لكم؟ الشميشه حاره، الله يكون العوان، عرفتي راه صعيب الشميشه حاره. ولاله اسراء دابا يلاه كانت مسكينه كتبدل في حويجاتها، مع كانت مشات معايا، المهم مشات معايا هكا. وتحيه خاصه لواحد المتبعه عندك كانت تلاقات معايا قالت لي واش انتي دنيا؟ عرفتي علاش دابا انا بقيت مع مشى معايا الزوج ديالي داكشي باش غير راكم عارفين، حيت انا ما كنعرفش مزيان، مشى معايا غير باش نشوف هكا وهذا. وبقيت كنهضر وعرفتي كانت كتقدم يدير هكا، تقول قالت الراجل هذا الصوت ما خافيش عليا، تقول لي دنيا، قلت لها قالت لي سبحان الله، قالت لي صوتك راه ما خافيش عليا، عرفتي مسكينه كتعنقني وهذا. قالت لي علاش جينا؟ قلت لها باش عارفين ان شاء الله، قلت لها ملي تفرجي فيديو اللي غنحط غتعرفي علاش انا هنايا. راكم عارفين مع كنت كنهضر مع داك السيد اللي كيبيع ويشري في السلعه وفي الحوايج وفي داك الشيء، ما بغيتش نخليه مسكين واقف. فدابا لقيت من البلاص يلاه دخلت، المهم غنبدل ان شاء الله حوايجي بحال هكا وغادي نعتقوا نروحوا هكا نتغداو. نقول لكم البنات خرجنا مع 8 ديال الصباح، والله البنات الا باقيين بلا فطور، ودابا راه 12 غادي نديروا منه فطور ومنه غدا ان شاء الله. قريت البنات واحد السلعه راه تكونوا شفتوها فاش كنت راكبه في الطاكسي، غدي ان شاء الله نوريها لكم ونوريكم ان شاء الله السلعه ديالتي وداك الشيء. دابا غنحط لكم كما قلت لكم الرقم، كما قلت لكم في الاول، ودابا غنحط لكم الرقم ديالي. هذا الرقم البنات اللي بغات تقدا هكا تعاون اختها دنيا، العواشر اللي تعاون معايا في سبيل الله تقدا من عندي ما فيها باس. البيع والشراء راه وصى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، التجاره وصى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، ماشي شي حاجه اللي هي عيب ولا حرام. والواحد اللي بغى يخدم على راسو بالحلال راه شي حاجه اللي هي زوينه. بغيت البنات هكا نخدم على قناتي وفي نفس الوقت نخدم هكا نبيع ونشري، المهم شويه هكا وشويه هكا نتعاون. انا راكم عارفين باش عندي مسؤوليه ويدو حدا ما كتصفقش، فهذا ما كان. وحاجه واحده اخرى بغيت نقول لكم، شي حاجه نسيت المهم البنات غيعجبوكم بزاف واحد البيجامات زوينين ديال داكشي مبردين في هذا الصيف، غتبردوا ان شاء الله مع اختكم دنيا وغتبرعوا ان شاء الله باردين البنات، وماشي نيلو، توب عشي زوينين بزاف بزاف غادي يعجبوكم. واخا ما عرفتوش شنو هما، ولكن غدا ان شاء الله في فيديو الغدا غتعرفوا ان شاء الله شنو هما. واللي بغات الانستغرام ديالي راه ديما كنحطه في صندوق الوصف، صندوق الوصف ديالي فيه الانستغرام، فيه الرقم ديال الهاتف ديالي ان شاء الله اللي غنبدا نبيع ونشري به معاكم، غتلقاو كلشي تما ان شاء الله. وغنثبت لكم الرقم ديال اللي غنبقى نبيع ونشري به معاكم في اول تعليق، دخلوا عندي وتأول، دخلوا عندي هكا وكتبوا لي المهم اللي بغات شي حاجه. مرحبا الف مرحبا. ودابا غادي نمشي البنات هكا نغسل حالتي، نطرف حالتي انا واسراء، وبسلام عليكم حتى الفيديو الجاي. السلام عليكم.